Yun, mga kabisdak, dito tayo uli ngayon sa National Drifting Championship Day. So maganda ngayon yung laban, mga kabisdak. Tara, panoorin natin. International to competition. So marami ngayon, nasa 32. Panoorin natin. ويدخل طبعا في المنطقه الفنيه اللي طبعا تتساور مع اكيد الفريق والتيم الميكانيكي اكيد اذا كان بالامكان انه طبعا يعدلوا في شيء احنا ما حاسين فيه او شيء ما شايفينه بالضبط، لكن اكيد هيثم يكون هو اللي يسوق السياره في الحسن قوي من هيثم الحديدي. قابل في نفس التوقيت تشيس ولا اروع طارق الشيء هذا طبعا الاعاده هذه الاعاده طبعا ممكن هيثم دخل الفايف مينت رول ممكن استهلاك الاويل في الماكينه ممكن انه على اساس انه التبريد في شيء معين يريح السير نوعا ما شويه حبيب على اساس انه ممكن يقدر يدخل اللي راح يستكمل السباق في هارد لك في النهاية أدوا بشكل ممتاز. إذن أحبس الأنفاس الرن القادم طارق الشهاني ساموراي جي وأيضا ما نهيت الحديدي الجيس يا حبيب مع بعض شوف أوليفر بولتون على اللاين بطريقة وسموك رن غريب جدا وحماسي جدا التشيس رن من أوليفر بولتون طبعا عليه خطا في اماكن مختلفة لكن أوليفر في هالجولة مختلف تماما عن الاولى والثانية سرعة كبيرة جدا طلعها أوليفر بولتون زمان السيارة ومن هذا المخرج 4 سلندر اس ار 20 400 وشوية حصان برافو تحية لسيباستيان And the winner. And the winner is? Who's the winner? Judges? فيها winner ولا فيها one more time? فيها ولا ما فيها? جمهور يقول احد يقول فيها winner واحد يقول فيها one more time. شو تقول يا جمهور فيها ولا ما فيها? ولا يبيلة ولا لا? يبيلة ولا ما يبيلة? هاي كلمتها. في انتظار. في اعلان.
الكلام. اسمع الراديو يتكلم. عيد ما حد معاك يا حبيبي. هم ثلاثة أربعة الفايز معانا فهمي. عند وينر سيباستيان فونتين. وما يزال يصارع سيباستيان فونتين still fighting for the championship and he got the win. دقيقة الموازين يوسف. لا ما في الموازين بعد شغالين على نفس الميزان. هولندا سيباستيان فونتين. هذه التوب فور حلقة أول طبعا للبرنامج. الرد القادم يا جماعة الخير. آية الرصاصة آية إلى أوليفر. يستاهل التحية يستاهل التحية. والآن البدل بدل الصغار لكنهم كبار كبار بأفعالهم وصغار بسنهم وأدائهم رائع جدا في اللي ألان هاينز يستاهل التحية. جدا طبعاً ديكا ولا أروع من ألان هاينز لكن الأجمل في الموضوع هو تشيس من نيكلاس بيرتس. شوف كيف الفلوكس جمال طبعاً نيكلاس بيرتس 3 2 1 أطلع tanya ننتظر لجنة التحكيم بس احنا نبي والمطاعم لجنة التحكيم لا بتراعي ظروفه. شوفوا الإعادة شوفوا الإعادة مرة أخرى شوفوا الرن الجميل في الـ Amazing runs by both of these lads. Nick Nack, Nicholas Bertas, you did a phenomenal run. Thank you. What do you say for the crowd here in Oman? You guys are the best crowd I've ever seen. Woo! Where is your bumper? I lost it somewhere on the track. I think I hit I must have because of the tire mark there. A little up tap. I think I just saw it on the live stream coming back. The bumper exploded into pieces. So that's one expensive bumper. That. Are you gonna look for it or I think you're just gonna leave it there? Well, we lost the bumper the last run, so we decided to put it back on, you know, to make the car pretty, and I think we won't bother putting it on anymore. I don't think we need to keep any cars pretty, but this crowd, what do you think about it? This crowd is amazing. Back home, obviously, our crowd is awesome too, but here, you guys are on another level. You make us drive so hard. I love it here. تحية لأدن هارت! تحية للجمهور! في الديسيجن ولا ما في؟ لسه يوسف لحظة شوي. حكام! Ladies and gentlemen, judges, do we have a verdict? لحظة لجنة التحكيم لسه بعدها يعني تنتظر أو يعني تاخذ وقتها. Can you shut up your car? I can. نار جمهور سلمون الحماس! إذا تبغوا one more time رددوا معانا قولوا one more time! One more time! لحظة حبيب خليني أسمع بقى. أعلى! أعلى! Thank you everyone for coming and see you probably next year. See you next year, bye! تحية لنيكلاس بيرتس!
Alan, get ready for the top four. يعني تو فاينل ايرلندي جيمس دين طارق الشهاني آلان هاينز وسيباستيان فونتين وسمعوا للحماس امشوا معانا في الماتش امشوا معانا ليز اند جنتلمان ذا توب فور اوف فاينل راوند 2020 OIDC يمانك الناشونال دريفت تشامبيون شيب ار يو ريدي فور اكشن اكيد مقابلات مع المتاهلين الاربعه الى التوب فور جيمس دين طارق الشهاني آلان هاينز وسيباستيان فونتين اكيد راح يطلب انطباعهم عن هذه البطوله طبعا بطوله عمان الدوليه للانجراف 2020 في نسختها الثالثه التي طبعا تتطور يوم بعد يوم لا يزال